السلام عليكم ورحمة الله. عجبني المكان ده، مكان مر عليه من سنة 1939، مقابر الحلفاء. كانت الحرب شغالة بينهم وبين المحور، ولفت نظري اهتمامهم بنفسهم. جايز تكون ميزة، ولكن هي في نفس الوقت حرام التخليط طبعا، عشان هي حياتهم الدنيا. ف ديت ممكن تكون عيب، لكن الميزة الوحيدة ان هم بيقدروا نفسهم كإنسان، بيعتزوا بنفسهم. وده كان موجود عندنا برضو ايام الفراعنة، بس كان للملوك بس مش الناس العاديين. ازاي الصخور ديت والاهتمام ديت بالفن الهندسي بتاع البناء واعتزازهم بنفسهم، دي حاجه لفتت نظري. و تتحسب لهم يعني تقديرهم لبعض. ونفس مصر برضه الانسان يعتز بأخوه الانسان المصري ويكرمه، يبقى بينهم الاحترام والتقدير زي الاجانب. فدي حاجات ايه مظبوطه يعني. طبعا كان حصل الحرب بين الحلفاء ايام انجلترا والمانيا وفرنسا، وكانوا في برضو ناس ايه من افريقيا وكده. المهم يعني لو انت بصيت كده تلاقي الاماكن، المكان نفسه فيه زهور وفيه صبار وفيه اماكن نظيفه وشجر نظيف، اكنهم عايشين. استغفر الله العظيم. المجهود ده ما لا يحصل عليا. يلا ابدا. يعني لو بصيت للاهتمام، مدى الاهتمام والنوع، جودة الصخور نفسها وجودة الأشجار والحاجات اللي محطوطة، قمة الاعتزاز بنفسه. وطبعا ده حصل من سنة 1939، ولو حد كلها بتاعت كل واحد فيهم مكتوب عليها اسمه وتاريخه كده. 39 ناحية دي الحديث، حتى اي حد محمد كده وحاجة غريبة الشكل. سنة 39 لغاية 45. التمثال ده اتصور من الفخار، من الرخام ده. لا ده عادي عادي. ده يا حاج هنجيبها. اسم المكان حلفاية سلوم وورس سيمتري. سيمتري كل واحد طبعا مكتوب اسمه وتاريخ الموت بتاعه والحاجات دي. والجبال مطرح، منظر الجبال والحاجات دي اللي ورا منظر جامد يعني. خد الطاية بقى، امسك الطاية دي.